خلونا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر عن رحلة الفنان محمود ياسين الفنية. معانا على الهاتف الناقدة الفنية ماجدة موريس. صباح الخيرات يا أستاذة ماجدة. يعني أكيد مسيرة فنية حافلة محطات كبيرة ومهمة في حياة الراحل الأستاذ محمود ياسين، عايزين نتعرف منها من خلالك طبعا. صباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين مستمعيكم. الحقيقة انه جمهوركم، يعني الحقيقة محمود ياسين يعني صعب ان الواحد يقدم كل حاجة قدمها، لانه كان فنان كبير قوي، كان فنان برضو يعني عنده مقدرة على تجسيد تقريبا كل الشخصيات او اغلبها، كان عنده ملامح مهمة منها صوته مثلا. صحيح. برغم انه هو مثلا يعني كان اقل ما مثله هو مثله الاعمال الاذاعية، لكن صوته كان صفة مميزة قوي في قوة صوته واهميته وقدرته على انه هو يستحوذ عليك كمشاهد او كمستمع. القرار عنده كان فخم جدا قوي قوي. في نفس الوقت هو برضو كان ممثل كبير وموهوب، ويمكن ده اللي خلاه يعني يجي يدخل الكلية من بتاع ده، يجي من بورسعيد بلده عشان يدخل الكلية في مصر أو فيصبح واحد من كبار الممثلين، لأنه في وحتى وهو بيدرس لسه كان ابتدى يشتغل وابتدى يجد فرص في القاهرة، لحد ما بتاع ده ما أصبح مثلا ممثل في المسرح القومي في بداياته جدا وبسهولة تامة، ودي حاجة ما بتحصلش كتير. يعني أعماله لفتت الأنظار، لو رجعنا من لو من قلنا من بداية أعماله لغاية آخر أعماله وهو كبير كمان، لو الجزيرة نقول دوره كان مميز جدا جدا، أعمال كثيرة قوي، حتى القصيدة أتعرف ما معنى الكلمة، عايزة أقول لك ناس كثيرة قوي بتعمل لها شير على وسائل التواصل الاجتماعي. سر تميزه في كل عمل كان بيعمله إيه؟ خدي بالك كمان إن هو بالنسبة مثلا لحرب أكتوبر أكثر ممثل عمل أفلام فيها، أظن عمل 3 أفلام. الرصاصة لا تزال في جيبي طبعا، الرصاصة لا تزال في جيبي، حتى آخر العمر، وفيلم ثالث كمان اللي هو أغنية على الممر، اللي هو الفيلم اللي اتعمل سنة 68 وكان من الأفلام النادرة جدا اللي بتقدم مجموعة قليلة، لكن من أهم الممثلين في مصر زي محمود مرسي، زي صلاح السعداني، زي أحمد مرعي. فمحمود ياسين يعني بدأ واضح جدا إن هو لما جاء يعني لما ابتدى إن هو ممثل جديد، لكنه ممثل موهوب، وكان مسألة إتقانه للغة العربية كمان مسألة شديدة الأهمية في مسيرته، لأنها يعني أتاحت له فرص ان هو يعمل اعمال سينمائيه وتلفزيونيه بالتحديد في دور شخصيات تاريخيه، ودي كانت صعب قوي انه اي حد يعملها بسبب مساله اللغه العربيه وبسبب مساله اتقانها وبسبب كمان قدرته على التعبير عنها، القدره اللفظيه وكمان الحركه الجسديه. فمحمود ياسين كان من الموهوبين جدا في اكثر من مجال، خلاه هذا الممثل الأيقونة اللي هو بعد فترة بسيطة أصبح نجم السينما وبعد كده نجم التلفزيون في مصر. كمان احنا ما ننساش ان صوته ده كمان أتاح له ان هو يعمل مجموعة أعمال إذاعية معتمدة على الأشعار حوالين معنى الوطن ومعنى الدفاع عنه كده، من خلال مجموعة أعمال إذاعية برضو دي نادرة ما حدش غيره عملها. برضو مسألة إن هو يقدم أعمال كمان بعيدة عن ده، يعني شديدة التوغل في النوع الاجتماعي، زي مثلا الفيلم اللي عمله عن عايز أفتكر اسمه، وكمان يعني أعمال مهمة في المسرح. بشكرك شكرا جزيلا الناقدة الفنية ماجدة موريس.